برنامج التوزيع كان برنامج خاص فيما يخص شهر رمضان. بإذن الله مواطنين الجزائر العاصمة راح يكون عندهم تزويد 60% من كما يقول لك المواطنين يكون عندهم تزويد يومي، 40% يكون عندهم تزويد يوم بيوم. قمنا ببرنامج سبيسيال باش نقابلوا الشهر الكريم هذا، وان شاء الله يكون نوعا ما تحسن في عمليه التزويد، ونخليو المواطن هو اللي راح ان شاء الله يلاحظها في الميدان.